الثلاث نبدا بهذا الهدف الاول. ادريس بسرعه. كما نتمنى عليه نقول سوء تركيز لا دوزيام بال دائما اللاعبين تاعنا مهمه جدا هو كانه عندما يشوف الكره ماهيش في الاتجاه خلاص خلاص ما تهموش لاكسيون ما على بالوش باللي الكره في لمحه بصر ترجع جهته وهذا ما حدث في سواء في الهدف الاول ولا حتى اللي راح نزيدوا نشاهدوا في الهدف الثاني شغل دائما اللاعب الجزائري ينظر الى الكره في اتجاه ينسى الظهر نتاعو وينسى التغطيه نتاعو ينسى لي كونسين تاع المدربين اللي انه يقولوا دائما حذاري وحذاري من اللاعب اللي يجيك في الظهر وليس اللي يجيك فعلا امامك فعلا هذا الهدف الاول طبعا سنشاهد الهدف الثاني كنا ننتظر رده فعل الشبيبه القبائل ولكن هذا الهدف الثاني رشيد مالك الهدف الثاني نظن ما كانتش فيها تركيز يعني من اللاعب اربع لاعبين امام الحارس وحده يعني مالو ما كانش في تركيز كبير وشفنا يعني كيفاش كان الدفاع مسطح يعني قاعدين يعني يسناو مش متركزين على الخصم ولكن الحارس كان فيه غلط بالعاده ما فيش وضعيه تسلل تمام الحكم المساعد بيوض بيوض نعم الحكم المساعد 10 على 10 ممتاز نعم لانه يشاهد انطلاقه كان ممكن يقول انه فيه ضربه فيها وضعيه تسلل ما فيش وضعيه تسلل لانه اللاعب يلا بسرعه بسرعه يلا هنا عند انطلاق الكره نور الدين شوف ما كانش اللاعب في وضع التسلل شوف ثم جرى وبالتالي ما لا وجود لوضع التسلل هدف شرعي قبل ان نرجع الى هذه المباراه مباشره الى ملعب 8 ماي 45 يتواجد الزميل